رحب بيكم مرة تانية. يمكن في الوقت اللي احنا بنشاهد فيه نص الكرة الأرضية بموجة من الحرارة المرتفعة، نروح للبوسنة اللي بتشهد فيضانات غمرت المئات من المنازل بالمياه التي عمت الأجزاء الشمالية والوسطى بالبلاد، ما أدى إلى إغلاق الطرق والجسور. هام المتوقع كبير. كمان أن يستمر الطقس البارد وهطول الأمطار في البوسنة خلال الأيام المقبلة، والسلطات اتخذت استعداداتها للمزيد من الفيضانات. نتابع هذا التقرير. تحت هدير الفيضانات المتدفقة غرقت المئات من المنازل في البوسنة أمام المياه التي عمت الأجزاء الشمالية والوسطى بالبلاد، ما أدى إلى إغلاق الطرقات والجسور. وكانت بلدات ماجالاغ وبوسناسكا كروبا الأكثر تضررا مع تجدد الفيضانات بعد أن فاضت مياه الأنهار الصغيرة على ضفافها. وازدادت الكارثة أكثر بعد ارتفاع درجات الحرارة من 0 إلى أكثر من 15 درجة مئوية، ما أدى إلى ذوبان الثلوج على قمم الجبال، ما تسبب في زيادة تلك الفيضانات. وفي بلدة كازين حاول السكان إبقاء المياه خارج منازلهم، وعزى بعض المواطنين الفيضانات إلى خطئهم بعدما عجزوا عن حفر قناة للعمل كوسيلة للصرف أمام سريان المياه المتدفقة. بينما أعلنت بلدة بوسناسكا كروبا حالة الطوارئ واعتبارها منطقة كوارث طبيعية. ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد وهطول الأمطار في البوسنة خلال الأيام المقبلة، مع اتخاذ السلطات المحلية استعداداتها لمزيد من الفيضانات. نروح لألمانيا، واللي قررت الانضمام لصفوف الدول اللي بتراهن على الطرق الكهربائية السريعة لتعزيز النقل بالشاحنات الصديقة للبيئة. وبدأت البلاد بالفعل اختبارات لنظام طريق كهربائي سريع 8-way بين فرانكفورت ودارمشتات. هيتم الاستعانة بشاحنة هجينة تعمل بالديزل والكهرباء، بتتلقى الطاقة من الكابلات العلوية لمنعها من استخدام محرك الاحتراق. أيضا يمكن للشاحنات أن تغذي الكهرباء في الشبكة عند الفرامل، ما يجعل النظام مفيدا بشكل خاص إذا كان هناك ازدحام. دي ماشية بالكهرباء دي، خدي بالك. مع ان كبيرة وضخمة جدا، يعني ده دليل على ان الباور بتاعها عالي جدا. يعني هو العالم كله رايح للموضوع ده. ده حقيقي. اكتر عصير بتحبه في تصرفه في رمضان؟ هو اللي بعد الفطار بقى، يعني اللي هو ايه اللي بعد الفطار بقى؟ طيب، يعني في موقع هيلث لاين ذكر ابرز الفوائد الصحيه اللي بتعم على جسم الانسان لو تناول الخروب كعصير، بالاضافه لانه بيمد الجسم بالعديد من العناصر اللي بيحتاجها خاصه خلال شهر رمضان والصيام. طبعا ابرزها الفوائد هنعرفها دلوقتي. بيحتوي على نسبه عاليه من الالياف، وده بيجعل المشروبات بيجعله من المشروبات الجيده خلال شهر رمضان، لأن تناوله بيحد من الإصابة بالإمساك. بيعمل كمان على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، بيحد من التعرض للشعور بالكسل. وياريت ده يعني كلنا نشربه الحقيقة، كلنا نبقى نايمين محتاجين دوت قبل الفطار وبعد الفطار نايمين مش فايدة برضه يعني. لو يعمل كده محتاجين منه كتير قوي. بيقضي على السموم المتراكمة داخل جسم الإنسان، وبيعمل على طردها وتنظيفها جيدا. في العديد طبعا من الفوائد، منها طبعا تنشيط الكلى وغيرها. يعني من المشروبات المهمة جدا ان احنا لازم نحرص على تناوله هو مشروب الخروب. تمام كده انتهت مجموعة الأخبار معاكم في هذا الصباح. هنروح لأخبار من نوع آخر وبلاط صاحبة الجلالة، قراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، ولكن قراءة بالفحص والتحليل. نبدأ بالأهرام. وأول خبر معانا منظومة جديدة لإدارة المخلفات وتحسين البيئة، الرئيس توفير المعدات وتطوير البنية التحتية وغلق المقالب العشوائية. أعتقد أن ده بداية حقيقية للتعامل مع هذا الملف، ملف إدارة العشوائيات وإعادة تدوير المخلفات. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من خلال هذه المتابعة مع أستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير أستاذ كمال. صباح الخير أستاذ كمال. يعني زي ما قالت كريمة، إن شاء الله شكل مختلف للتعامل مع هذا الملف الهام يا فندم. نعم ده حقيقي. طبعا الدولة في إطار اهتمامها بكل ما يخص صحة المواطن المصري، وحضرتك طبعا تابعت المبادرات العديدة التي يعني تبناها الرئيس في هذا المجال. الحقيقة من ضمن الاهتمام بصحة المواطن وأيضا بمواجهة التلوث، هو طبعا موضوع الاهتمام بمعالجة المخلفات الصلبة. هذا الموضوع موضوع مهم جدا. كان في طبعا اجتماع عقده السيد الرئيس بالأمس مع عدد من الوزراء لمتابعة
التنفيذ منظومة جديدة تم إعدادها لهذا الموضوع. المنظومة بتشمل تطوير البنية التحتية، بمعنى أن هيكون في إغلاق للمقالب العشوائية، إنشاء مدافن صحية، ايضا هيكون في اهتمام ب يعني عقود جديده لتشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافه الشوارع، هتكون منظومه محكمه في هذا المجال، وايضا في اهتمام بتنميه القوى البشريه والمشاركه المجتمعيه في هذا الموضوع. تم بالامس عرض كل جوانب هذه المنظومه على السيد الرئيس، والرئيس كان ليه توجيهات منها ضروره الاسراع في يعني تنفيذ تلك المنظومه، وخاصة في الأماكن الأكثر تكدسا. الرئيس أكد على ضرورة أن المواطن يشعر بتحسن ملموس في هذا المجال في أسرع وقت، وأيضا كان في تأكيد على أهمية الدراسات العلمية الدقيقة لجميع الخطوات اللي بيتم اتخاذها، والاستفادة بالمبادرات المجتمعية وخاصة من جانب الشباب، وأيضا الاستفادة بالخبرات الأجنبية خاصة من ألمانيا. كان فيه طبعا عرض في خلال الاجتماع لنتائج زيارة عدد من الوزراء لألمانيا، خاصة وزارة البيئة، للاستفادة من الخبرة الألمانية في استخدام التكنولوجيا لإقامة مصانع تدوير المخلفات. صحيح، بالذات أن يعني لازم فعلا نؤكد على أن النظر للمخلفات دي هي كنز وثروة يجب استغلالها وحسن استغلالها وحسن إدارة الموارد. تمام. نروح للأخبار. خبر آخر، وصفحة 5، البرلمان يناقش تعديل قانون المخدرات، الإعدام للتصنيع والسجن المشدد للتعاطي. يمكن الخبر جزئين، تعديل قانون المخدرات. الأستاذ كمال بالتأكيد أن هناك أنواع مختلفة جديدة من المخدرات هي مش موجودة في جدول المخدرات أو مش موجودة لا يشملها هذا القانون، ومن ثم ضرورة تعديل القانون من حين لآخر ليتواكب مع التطورات الأفكار للأسف. صحيح، يعني اتفضل أستاذ كمال. نعم، وبالفعل القانون ده من القوانين المهمة البرلمان بيناقشها حاليا. الحقيقة التعديل اللي فيه أكثر من جانب مهم. طبعا كان لابد أن يكون فيه تعديل. أولا تم استحداث مواد مخدرة جديدة ما كانش موجودة في الجدول المخدرات. طبعا يعني للأسف اللي بيروجوا المخدرات دائما بيستحدثوا أنواع جديدة من إضافة مواد إلى بعضها وكده، فطبعا القانون بيضم كل الأنواع المستحدثة من المخدرات اللي بدأت للأسف تقبلها تأثير كبير على الشباب. الحاجة الثانية ان هو القانون بيعاقب التعاطي. حضرتك عارف وحضرتك عارفه برضو ان يعني قبل كده كان في بعض مرتكب الجرائم للاسف كان يعني بعض المحامين بيلاقوا ثغرة ليهم ان هو ده ارتكب الجريمة تحت تأثير التعاطي، وكأن احنا بنكافئ المتعاطي اللي بيرتكب جريمة عشان نطلعه انه ارتكب الجريمة تحت تأثير التعاطي. هذا القانون بيعاقب التعاطي ايضا يعني وبيحط وبيضع عقوبات مشددة على التعاطي بحيث ما يكونش مجرد التعاطي ده مسلك الهروب من جريمة أكبر. صحيح. فلا، التعاطي هيكون ليه عقوبات مشددة. أيضا بيشدد عقوبات على أيضا الترويج والجلب، وبتوصل للإعدام العقوبة أيضا لأول مرة في هذه الجرائم، وتهيئة مكان للتعاطي وغيرها. الحقيقة احنا كنا محتاجين فعلا هذا القانون بهذه العقوبات المشددة للحفاظ على الشباب المصري، يشمل كل التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها. كل التفاصيل طبعا علشان ما يكونش في اي ثغرات، لان المشكله في التعاطي مش بس انه بيأذي نفسه، لا هو كمان طبعاً ممكن يسبب يعني يعمل جريمه يأذي غيره، جرائم اجتماعيه كبيره طبعا وبيهد المجتمع ككل في المجمل. يعني نروح للمصري اليوم، وخبر اقتصادي. لاول مره الصادرات الزراعيه بتصل ل 5.2 مليون طن، وزراء الزراعه والصناعه والتضامن بيحضرون لاطلاق مبادره هيا لدعم الفلاح الصغير. ده ملف مهم جدا الحقيقه ان كان يتم التطرق ليه، لان يعني من خلال احاديثنا المتواصله وكمان مع الفلاحين، القطاع ده متمسك بالارض عشان بيحبها، لكن عنده مشاكل كتيره جدا وبيصرف منهم ناس كتيره جدا. تقول لي احنا بنصرف على الارض اكتر ما بتجيب لنا. نعم، الحقيقه الموضوع الزراعه والصادرات الزراعيه موضوع مهم جدا. مصر كانت دائما متميزه في صادراتها الزراعية، للأسف على مدى عقود ماضية تراجعت مصر إلى حد كبير بسبب الكثير من العوامل، منها عدم الاهتمام بالمزارع والفلاح المصري، منها تجريف الأراضي الزراعية اللي كان حصل للأسف وتآكل عدد كبير من الأراضي الزراعية. احنا حاليا طبعا فيه
ضبط هذا الموضوع. فيه الحمد لله يعني تم الحد بشكل كبير جدا من تجريف الأراضي، تم اتخاذ سياسات لتشجيع المزارع المصري وتشجيع الصادرات الزراعية، وأيضا هناك توسع في مشروعات إصلاح الأراضي، وكلنا طبعا متابعين المشروعات القومية اللي طرحت في هذا المجال، فبالتأكيد طبعا كل ده هيصب في خانة زيادة الحاصلات الزراعية والصادرات من الحاصلات الزراعية. وعلى فكرة زيادة الحاصلات من الصادرات معناها أن في زيادة في الإنتاج، حتى الإنتاج المحلي، لأن طبعا الزراعة بتوفر موارد مهمة جدا للاستهلاك المحلي من الأغذية، فإحنا بنزود إنتاج المحلي وفي نفس الوقت بنزود الصادرات، وطبعا زيادة الصادرات هتكون لها تأثير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، فبالتأكيد إحنا محتاجين المزيد من الاهتمام بالمزارع المصري والتوسع في الاستصلاح، لأن الصادرات الزراعية من الحاجات اللي ممكن تتميز بها مصر جدا. ده ينعكس على أسعار السلع بقى، الخضروات والفاكهة داخليا كمان، يعني كان انخفاض بالتأكيد. تمام. وهي مهمة المبادرة بتاعت هيئة لدعم الفلاح الصغير دي، يعني دايما الفلاح الصغير دوت يعني يحتاج إلى كثير من الدعم أعتقد. ده حقيقي طبعا احنا عندنا حاجتين، الاستصلاح والتوسع في استصلاح الاراضي، وفي نفس الوقت دعم المزارع والفلاح المصري، الحاجتين دول بالتاكيد هيكون نتيجه زياده الانتاج الزراعي سواء ل يعني الاستهلاك المحلي او للتصدير. تمام. هنطلع لجورنان اخر وجريده الجمهوريه الصفحه الثالثه، البنك المركزي الدولار يواصل تراجعه امام الجنيه ويفقد فقد 84 قرشا، البنك الياباني يشيد بالتجربه المصريه في الطاقه والسوق المصرية بوابة العبور إلى أفريقيا. هو خلينا نشوف الشق الأولاني بما يتعلق بتراجع الدولار أمام الجنيه المصري، حتى هذه اللحظة زي ما قال البنك المركزي أستاذ كمال فقد 84 قرش أمام الجنيه، يعني بيصل سعر الصرف 17 جنيه وثلاث قروش للشراء و17 جنيه و13 قرش للبيع. طيب بس هي السؤال ده مهم جدا، وده انعكاسه ايه على الاقتصاد المصري، وسؤال اخر يعني لو الدولار بيتراجع امام الجنيه لماذا الحكومه كانت في الموازنه العامه يعني رابطه سعر صرف الجنيه بالدولار ب 18 جنيه؟ نعم السؤال طبعا مهمين السؤالين. اولا الحقيقه تراجع الدولار امام الجنيه بيكون ده معناه ان احنا مصر نجحت في اجراءات الاصلاح الاقتصادي لاول مره. احنا حاليا دلوقتي الجنيه ما اصبحش مدعم، اصبح سعره امام الدولار يعبر عن قوه اقتصاد مصر الحقيقيه، لان التبادل الحر طبعا قبل كده كان دايما بيبقى مدعم فبيعبرش عن قوه الاقتصاد المصري. احنا بنتكلم عن الجنيه بيعبر عن قوه اقتصاد مصر، وكون انه الدولار يتراجع معناها ان الاقتصاد المصري بتزداد قوته وبتزداد طبعا موارد العملات الاجنبيه اللي جايه لمصر، وده طبعا حقيقه وبيؤكد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي اللي اشادت بها المؤسسات الدوليه المختلفه. بالتاكيد طبعا تراجع الدولار هيكون له تاثير كبير على المواطن المصري، ان احنا في قدر كبير جدا من السلع ما زلنا بنستوردها من الخارج، ويقول ان الدولار يبقى سعره مرتفع معناها ان تكلفه استيراد هذه السلع هتكون مرتفعه، فالمواطن المصري للاسف السلع هتتوفر بسعر مرتفع، فكلما تراجع الدولار امام الجنيه وكلما زادت قوه الجنيه ده معناه ان تكلفه الاستيراد هتكون أقل، فده يؤثر على الاقتصاد المصري وعلى حتى السلع اللي بيشتريها المواطن المصري هتكون أقل، فإحنا محتاجين طبعا المزيد من الجهد في هذا المجال. وعلى فكرة أيضا تراجع الدولار أمام الجنيه مرتبط بأن احنا نزود الإنتاج المحلي، ما نكونش محتاجين أو نقلل الاستيراد بقدر الإمكان، وده على فكرة خطة ماشية فيها الحكومة في اجتماع كان عقد منذ أيام لتعميق التصنيع المحلي عشان ما نعتمدش على الاستيراد بشكل كبير، فدي حاجة مهمة. الحاجة الثانية طبعا ان بالتاكيد طبعا تراجع الدولار هيأثر على اول المواطن المصري هيشعر بيه في صورة تحسن في الاسعار، لكن العملية ليست سريعة لان العملية بتاخد وقت طبعا، لان طبعا السلع المطروحة في الاسواق بتكون سلع مستوردة من قبل كده. وايضا التراجع عشان يشعر بالمواطن المصري لازم يكون تراجع كبير، يعني المواطن مش هيشعر بتغير في الاسعار لو كان التراجع مثلا يعني بسيط يعني بسيطة. فاحنا محتاجين وامتى يشعر امتى يحدث تراجع كبير؟ لما نزود الانتاج، لما نعتمد على المنتج المحلي بشكل اكبر من الاستيراد، وده زي ما قلت ده توجه حاليا موجود، لكن طبعا اذا كانت هناك سياسات حكوميه فاحنا محتاجين دعم كل المجتمع المصري للمنتج المحلي ايضا. تمام. الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، اشكرك جزيل الشكر استاذ كمال.
شكرا أستاذ كمال. ونستكمل معكم مشاهدينا أخبارنا، نروح للأخبار صفحة 3. إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، التخطيط لارتقاء بالمنظومة ودعم الطلاب وتطوير المدارس. أعتقد دي برضو من المشروعات القومية اللي بتهتم بيها الدولة، بتهتم بيها بشكل كبير القيادة المصرية، ملف التعليم. فكرة وجود كمان صندوق للاستثمار القومي الخيري للتعليم ده هينهض بمدارس سواء التجريبية اللي هي المدارس الحكومية، يعني التجريبية والحكومية بكل فروعها، وده يعني هيغير شكل التعليم ويغير شكل كمان الارتقاء بالمناهج والارتقاء بمستوى المعلم نفسه. أعتقد إحنا بحاجة ملحة للموضوع ده، عشان يكون ما فيش دولة بتطلع من غير ما يكون التعليم بتاعها قوي. ده مهم جدا. نروح لآخر أخبارنا. صحيح، مصر اليوم صفحة 12، تصاعد التوتر في الخليج، والسعودية تعلن تعرض سفينتين للتخريب، طهران تزعم طرف ثالث وتدعو للتحقيق، واجتماع في بروكسل بمشاركة بومبيو لبحث الأزمة الإيرانية. التطورات اللي حاصلة في الخليج يجب قراءتها بشكل أكثر تحليلا. بينضم إلينا هاتفيا دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، عليك وفريق العمل وكل من يتابع قناة النيل الأخبار. يعني طهران نفت يا دكتور، مين اللي ورا الطرف الثالث؟ يعني كان في سكوت، لم يعني البيان من إيران تأخر قليلا فيما يتعلق بالتطورات الحاصلة في منطقة الخليج، وظهر خرج البيان من طهران بتقول إن هي ملهاش علاقة بالأمر وإن هي بترعب عن قلقها لما يحدث في منطقة الخليج. من الطرف الثالث بالتأكيد؟ بس محمد، اعتقد اللي تابع الخبر ده كويس، اول خبر يعني اول وكاله انباء اذاعت الخبر حتى قبل الامارات كانت ايران. وده يعني ده يضع يعني الكثير من علامات الاستفهام. والبيان ده ليس البيان الثاني، الاول ده البيان الثاني. اول بيان تحدث عن هشاشه الوضع الامني في الخليج العربي، وده يعني بالتفنيد الغير مباشر ان احنا ملناش علاقه بالموضوع ده، وهناك يعني من قام بذلك نتيجه هشاشه امنيه. نحن نتحدث عن هشاشه امنيه، نحن نتحدث عن عمل تخريبي. طبعا هو لم يوصف حتى الان بالارهابي، بس انا يعني بقدر علمي بالارهاب، هو بصرف النظر عن مين الانبي وعمل ارهابي، لان هو بدون تمييز وضد عنصر مدني غير مسلح، وتم بيهدد حياة سواء كان الطاقم المركب او الممتلكات. فده يعني دي بتنطبق عليه مواصفات العمليه الارهابيه. نعم، بصرف النظر عن من قام بها، سواء كان داعش او تنظيم اخر او تنظيم يعني يتبع ايران او يتبع دوله ثالثه او رابعه، هو في الاخير عمل ارهابي. لكن هي الفكره ان من اعلن ذلك كجهه رسميه، لان لو قالت عمل ارهابي يبقى الجهه نفسها مسؤوله ان تقول من هو وان تتخذ الاجراءات يعني المطلوبه في هذا الشان. انا بس عايز اوضح نقطه، السفينتين دول ضمن الاربعه وليس اضافيين. يعني دول ضمن يعني الاربع سفن اللي كانت في عمليه اللي تبع الامارات. هو تاخر الاعلان حتى على جنسيات السفن، هم اماراتيه ونرويجيه واثنين سعوديه. طيب فكرة يعني التطور وليس حادث جديد. نعم، فكرة يعني التطور ضمن الأربعة. فكرة التطور دكتور في يعني الاقتراب من خطوط الملاحة في منطقة الخليج، هل تعتقد أن نوع جديد من الأحداث التي لا قدر الله يعني قد نستمع عنها أو نسمع عنها الفترة القادمة يعني هيتكرر؟ أحييك، هو نوع جديد، سواء كان من قام بهذا الفعل هو تنظيم داعش الإرهابي، يبقى لأول مرة بيقوم بفعل بحري وتحت الماء، لأول مرة يعني التنظيم الإرهابي ما قامش بده، لأن هو كانت دولة حبيسة، دولة مزعومة حبيسة، ما كانتش على شواطئ، وتجربته في سيرتي كانت تجربة صغيرة. ولو كانت يعني التنظيم، مش هنقول الدولة الإسلامية الإيرانية، لو تنظيم يتبعها أو تنظيم إرهابي يعني أتى من إيران، يكون تحول جديد يعني غير مسبوق من عام 1988. يعني موضوع تهديد وتلغيم الممرات ده كان 88 وأدى إلى عملية عسكرية في يوم واحد تدمر نص الأسطول الإيراني على يد الأسطول الأمريكي. فيبقى تحول جديد، فنحن يعني سواء كان داعش أو تنظيم إيران أو تنظيم ثالث
او دوله ربما ثالثه عايزه يعني تشعل النيران في تلك المنطقه للعالم، سواء لعداء مع ايران او عداء مع الاشقاء العرب او عداء مع البشريه. لكن في الاحوال كلها هو تم اختيار الهدف بعنايه ان ياتي ليسكب يعني الزيت على النار في منطقة يعني بتحشيد قوى كبير من حاملات طائرات بمجامعها القتالية بطائرات يعني لم يشهدها العالم المنطقة ولا العالم أيضا ما قبل حرب غزو العراق في 2003. ولما نتكلم البنتاجون النهاردة بحشد 120 ألف عسكري، فده تقريبا العدد اللي هو، فاحنا بنتكلم في وضع مشتعل. ولكن حتى الان يعني يمكن اللي انا بقوله ده اخر يعني معلومات موجوده، لم يعني تتيسر معلومات، ولكن انا كلمت بشكل عام ان هذه العمليه عمليه ارهابيه طبعا بتستهدف النفط كممر رئيسي للنفط. صحيح. 40% من نفط العالم، تعلي اسعار النفط تاثر حتى على امريكا طبعا، هي ليها ده حقيقي يعني هيكون لها تاثيرات للاسف سلبيه على كافه الاتجاهات، تداعيات كبيره. جزيل الشكر دكتور سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه على هذه المتابعه والقراءه التحليليه، شكرا جزيلا. بعد الفاصل موجز لاهم الانباء، وان شاء الله بعديها هيكون اول وقفه حواريه في هذا الصباح المبارك.